السلام عليكم اخوتي احبابي، السلام عليكم، تحياتي لكم، مسلم عليكم بدون استثناء سواء في الداخل او في ارض الشتات. والله يا اخوتي واش نقول لكم، سبق لي وان رفعت فيديو لواحد الاخ سرق واحد الاخ، ثم استعمل الحساب تاعو تقريبا وصلت ل 8000 جنيه ومن بعد خرج عليه طريق. سجلت هذا الاخ من قبل، الان حرنا واش نديرو، والاخ هذا حب يفضحو وراحوا ليه جماعه، راح ليه الامام، راحوا ليه جماعه خشن شويه راسو. والله حرنا واش نديرو، فهمت؟ سما اذا اقتضى الامر، احنا ما نحبوش الفتنه، لكن اقتضى الامر راح نفحو السيد هذا، راح نديرو الصوره تاعو، يولي صورته في كل مكان، تولي العالم قاع يشوفو، تولي تبهدل العائله تاعو. فنتمنوا من الاخ هذا، يرجع الامانه تاعو، يا لو كان يتفاهم مع الاخ يعطلو شويه وهو يعطي حق الناس. يا اخي في حق الناس يا اخي، لا يجوز انك تدي مال الناس بالحرام، لا يجوز انك تدي هكذا حق ماشي تاعك، يعني لا يجوز شرعا ولا عرفا ولا قانونا. والله يعني صراحه الاخ حراق، ثم استعمل الحساب تاعك وديت له الدراهم، يعني والله مش رجوله قاع، مش باب الرجوله ان واحد جزائري يدير هكذا الجزائري، فهمتوا؟ يعني صراحه خوتنا اعطونا الحل المناسب، يعني بعد ما راحوا للجماعه وهدروا معاه وهدر معاه الامام، ما حبش يستعرف واش راح نديروا مع الاخ هذا، هل نفضحوه؟ يعني واحد يكون عاقل شويه، ام واش نديروا معه؟ ربي يحفظكم والسلام عليكم.